ننتقل للسؤال 64. الكتابة في الفيزياء، ابحث عن إسهامات نيوتن في الفيزياء واكتب عن ذلك موضوعا. هل تعتقد أن قوانينه الثلاثة في الحركة كانت من أهم إنجازاته؟ وضح إجابتك. طبعا في هذه الحالة الإجابات من الطلاب يجب أنها تختلف، ولكن لنيوتن أعمال كثيرة جدا، منها في الضوء وفي اللون وفي التلسكوبات وفي الفلك وقوانين الحركة والجاذبية والحساب أيضا. لنيوتن إسهامات كبيرة مثلا في الضوء، وما من اكتشف حلقات نيوتن استخدم المنشور لتحليل الضوء، تحدث عن أن الضوء يتحرك في خطوط مستقيمة، وكذلك في الألوان، أول من حلل الضوء إلى الألوان، الضوء واللون، وأيضا له إسهامات في التلسكوبات وإسهامات أيضا في الفلك، وضع قوانين الجاذبية، قانون الجذب العام، وقوانين الحركة، ثلاثة، والجاذبية كما ذكرنا الآن، والجاذبية والحساب أيضا له فيه مساهمات. ننتقل للسؤال 65. يبين الشكل 4-21 الرسم البياني لمنحنى الموقع الزمن لحركة سيارتين على طريق عند أي لحظة تتجاوز إحدى السيارتين الأخرى. عند أي لحظة تتجاوز إحدى السيارتين الأخرى. أي سيارتين كانت تتحرك أسرع عند الزمن 7؟ طبعا عرفنا كيف نستفيد من منحنى الموقع الزمن، تحليل المسألة وكيف نحدد المعلومات منها. طبعا بالنسبة لمنحنى الموقع الزمن يمكن تحديد الموقع عند لحظة زمنية معينة، أو العكس تحديد الزمن عند موقع معين، ويمكن استخدامه أيضا في إيجاد السرعة الذي يساوي الميل. ميل منحنى الموقع الزمن يعطي السرعة، وميل منحنى السرعة المتجهة الزمن يعطي التسارع. طيب نبدأ، عند أي لحظة تتجاوز إحدى السيارتين؟ طبعا التجاوز دائما يا جماعة يكون عند نقاط التقاطع، فنلاحظ أن منحنى الحركة لجسمين يتقاطع عند نقطتين، الأولى تقريبا عند 3 سكند والثانية عند 8 سكند. إذن التجاوز الحمراء تتجاوز الخضراء عند 3، والخضراء تتجاوز الحمراء عند 8، يعني 8 3 سكند و8 سكند. أي سيارتين كانت تتحرك أسرع عند الزمن 7؟ عند الزمن 7 اللي هو عند هذه اللحظة. طيب كيف نعرفها بالميل؟ أيهم أكثر انحدار؟ الانحدار الأخضر ولا الأحمر؟ الانحدار الأكبر اللي هو انحدار الأخضر، أو السيارة A. السيارة A هي الأسرع. ليه؟ لأن ميل المنحنى أكثر، انحداره أكثر. لاحظ الانحدار هنا ولاحظ الانحدار هنا، انحدار A أكبر وبالتالي هي الأسرع. C، ما الزمن الذي تتساوى عنده السرعتان المتجهتان للسيارتين؟ سي، تقريبا الميل يكون متساوي عند هذه اللحظة تقريبا، يعني إذا أخذنا الميل عند هذه النقطة، نجد أن الميل الخطان متوازيان، يعني الميل متساوي، وبالتالي السرعة تقريبا تتساوى عند الثانية خمسة سكند. دي، ما الفترة الزمنية التي تتزايد خلالها سرعة السيارة بي؟ سا،
سيارة بي، ما الفترة الزمنية التي تتزايد خلالها؟ ما في تزايد في السرعة، لا توجد، لا يوجد، لا يوجد، أن السرعة مشت على طول متناقصة متناقصة متناقصة، لأن الميل في كل لحظة متناقص، ما في تزايد. إي، ما الفترة الزمنية التي تتناقص خلالها سرعة السيارة بي؟ بي تبدأ من هنا، نلاحظ أنه ثابتة لأن الميل تقريبا مستقيم، لكن من هنا بدأت إيش؟ بدأت تتناقص، تتناقص ميل المنحنى بدأ يقل. في الأول ثابتة يعني ما في تزايد، لكن في تناقص، تبدأ تتناقص من 3 إلى كم؟ إلى 10، اللي هي آخر حاجة اللي هي 10، يعني من 3 إلى نهاية الحركة، من 3 سكند إلى 10 سكند. بالرجوع إلى الشكل السابق، أحسب السرعة اللحظية لكل مما يأتي سيارة به عند اللحظة 2، عند اللحظة 2، سيارة به عند اللحظة 2. السيارة بي بدأت حركتها بعد الثانية 2، وبالتالي سرعتها عند الثانية 2 تساوي 0. السرعة اللحظية بالنسبة لإيه؟ 0 متر على سكند. بي، السيارة بي عند اللحظة 9، سيارة بي عند اللحظة 9، هذه اللحظة 9، 9 سكند، وهذه 10 سكند. عند اللحظة 9 سرعتها أيضا تساوي 0، لأنه تقريبا الميل هنا موازي لمحور السينات، وأي خط موازي لمحور السينات ميله 0، ميله 0 معناه سرعة 0، 0 متر على سكند. سي، السيارة A عند اللحظة 2، السيارة A عند اللحظة 2، السيارة A عند اللحظة 2، الميل عند هذه اللحظة يساوي 4 إذا أخذنا، طيب إذا رسمنا خط أو مماس عند الثانية 2، هذا المماس، وأخذنا عمودي، الطول هنا الأول مقابل تقريبا 3، منتصف المسافة بين 0 و 6 3، والمجاور تقريبا هنا 1، 4 ناقص 1 يساوي كم؟ 3. إذن الميل السرعة تساوي اللحظية تساوي الميل، والميل يساوي المقابل على المجاور، والمقابل 3، والمجاور 3، 3 على 3 على 1 متر على سكند. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى أن نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله، لكم مني أسعد اللحظات والأمنيات.